اليوم استاذ محلينا الثالثة. نعم، هو هذا تحدي، يعني انا انطيتكم اياه، يعني نحل معادلات متكونه من اربع طوابق واعداد متكونه من ثلاث. استاذ انا ما عرفت احلها. اي نعم، هو احنا راح اليوم نراجع الحل ونشوف شلون نحل. استاذ انا أوكي. ما كنت احلهم. حليت وكملت. اريد من الكل، يعني حقيقه اريد من الكل يعني ينصت الي، ومن خلص اللي عنده سؤال يسال على مود ان شاء الله نصل الى الصفحه 30. حليت صفحه 38. هذا كمان كلها. اوكي ممتاز، بس اريد الكل يعني يسكت منا لمن راح اشرح المعادله رقم 4 او 3، معادله 3 راح اشرح معادله 3 في صفحه 38 وانتبه لي. شوفوا يا ابطال، احنا بالبدايه شرحنا رقيه كاف رقيه بس السكتي، انا ما اريد اغلق الميكروفون لان بس اغلق الميكروفون يعني صعب واحد مثلا يظل ما يسمع او شيء، شلون افهمني؟ فانتبهوا لي رجاء، في صفحه 38 معادله 3 شوف شلون احل يا ابطال. احنا قلنا نحل اول واحد يعني بالترتيب يجي على لسانك، شنو هو الرقم اللي يجي على لسانك تحله بالترتيب، مثلا 338 لاحظ الثالثه، اريدكم تشتغلون وياي بالمعداد، نصعد سوا 338 يمكم انتم في كتبكم. 378 العفو 378 378 شو تسوي؟ اول رقم تقرا الصعده، الرقم الثاني تقرا الصعده، الرقم الثالث تقرا الصعده حسب الترتيب. 300 قريت 300، وشنو الرقم اللي راح اقرا؟ 8 اصعد 8، 70 اصعد 70. هو هذا اللي اقصدنا يعني الترتيب اللفظي للاعداد، الترتيب اللفظي للارقام في العدد الواحد، عفوا الترتيب اللفظي للارقام في العدد الواحد 378. لاحظ يا ابطال، زائد 241 بالترتيب اللفظي اللي قلت منه 200، بعدين قلت ايش قد؟ واحد، وبعدين قلت شنو هو؟ 40. اذا اول واحد اجى على لساني هو ال 200، تمام؟ ال 200 وين صاير موقعها؟ هذا انا ما عاملها 200، اقول ان هسه حتى لو اريد احل اقول ان 2 زائد 2، ليش؟ حتى للسهوله عندي واتذكر قواعد الحساب الذهني، هاي كبدايه يعني. طبعا مع الحفاظ على مرتبتها الرياضيه، مرتبتها الرياضيه هي 2 هنا بالمئات يعني 100، لكن انا اقول ان عندي زائد 2 حتى استذكر بها قواعد الحساب الذهني الخاصه في الجمع والطرح. ملاحظه اخرى سهله، انت من تحل من تحل من تحل يا ابطال، اريدك يعني تحل المعادله وتشيكها بعدين كبدايه وتشوف حلك صح او خطا، يلا تنتقل للمعادلة الأخرى. الشغلة الثالثة بأن ما تحل أكثر من يعني 6 معادلات أو 7 معادلات في وقت واحد، يعني خلي فاصلة بيناتهم في نص ساعة، روح ارتاح اشرب ماي وارجع حلهن على مود إن شاء الله ما يصير يعني تعب للدماغ مالتك، لا احنا هو لأن هو شنو تدريب للدماغ. زين زائد 241، إذا أول لفظ عندي هو ال 200، زين زائد 2، دائما العمود اللي بصفه هنا هو اللي يساعده، العمود مثلا هسه الآحاد منو يساعده؟ إذا ما عنده العشرات، زين العشرات منو يساعده؟ المئات، المئات منو يساعده؟ الآلاف وهكذا، إذا زائد 2 موقعها هو المئات، زائد 2 شو يساوي؟ زائد 5 ناقص 3. ممتاز، زائد 5 ناقص 3. درة هيك تكلمت يعني، وهذا جدا ممتاز، زائد 5 ناقص 3، ما قالت زائد 500 ناقص 300. استاذ انا ملاك. ملاك، العفو، زائد 5 ناقص 3، ليش؟ حتى نحافظ على القيمة الرياضية للعمود، وكذلك يكون عندنا سهولة، سهولة بالحل، لأن قواعد الحساب الذهني أنا كم ما نوهت سابقا، ما نستخدمه في الآحاد، نستخدمه في العشرات، ونطبقه في المئات وفي الآلاف، حتى بالمليارات، هي نفس القواعد. إذن زائد
41 زائد 200 حليتها، اللفظ الثاني يجي من هو 41، اذا احل الواحد وبعدين اجي لل 40 زائد 1 عندي هذا. و40 4 في العشرات عندي زائد 4 يجي تكلم عندي لا ما عندي زائد زائد 100 لا 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 شفنا في الفخ مرة ثانية زائد 10 ناقص 6 اي حتى ما نوقع بالفخ مرة ثانية واقول زائد 100 وتتخربط عندي الامور وكأنما عقلي لان شوف عقلك يا ابطال انت ما تعود علي اذا تكثر علي المعادلات يدوخ تمام العقل اذا تكثر علي المعادلات فانت خليها في اطار واحد ألا وهي نفس اللفظ زائد 10 ناقص كذا ناقص 10 زائد كذا زائد 5 ناقص كذا زائد ناقص 5 زائد كذا هيجي حتى لو بالمليارات تمام يا أبطال حتى ما لأن هو الدماغ ما يفهمك هسه أنت من قلت له زائد 100 وناقص كذا وهاي تمام يحسبها معادلة ثانية يحسبها معادلة ثانية زين زائد 241 خلصت من ال 200 وخلصت من الواحد واجي للأربعين زائد أربعة اقول عندي في العشرة زائد أربعة شو يساوي؟ زائد خمسة ناقص واحد زائد عشرة ناقص ستة ممتاز زائد عشرة ناقص ستة زائد عشرة ناقص ستة كملت الثاني نجي للمعادلة الثالثة 891 اجي اول مره شنو حكيت انا 800 زائد 8 هنا زائد 8 شو يساوي زائد 10 ناقص زائد 10 ناقص 2 ممتاز زائد 10 ناقص 2 شو اسوي ناقص 5 زائد 3 زائد 3 ممتاز زائد 3 زين بعدين شنو هو زائد 800 وبعدين شنو هو 91 اذا اللفظ الثاني من هو واحد الواحد زائد واحد وين موقعه؟ بالآحاد زائد واحد شو يساوي؟ زائد عشرة ناقص تسعة زائد عشرة ناقص تسعة زائد عشرة ناقص تسعة ممتاز زائد تسعة زائد تسعة وين موقعه؟ بالمئة عشرات شو يساوي زائد تسعة؟ زائد خمسة نعم زائد واحد زائد شنو؟ زائد عشرة ناقص واحد ممتاز زائد عشرة شلون أطلعها؟ زائد خمسة ناقص أربعة ولا ننسى شنو عدي؟ ناقص واحد ناقص واحد زين يا أبطال؟ زين آخر عدد 219 وين موقعها؟ هاي 219 إذا الناتج ايش قد؟ 1729 زين يا أبطال الآن أريدكم تاخذون وقتكم وتحلوا لي الرابع تاخذون وقتكم ايش قد ما تريدون احنا هسه ما نريد احنا فقط نريد نستذكر حتى نروح للضرب والقسمة احنا مجهزين ما نخاف منه ليش لان يعتمد على توزيع نواتجه على المعداد اريد ابين لك قبل لا تحل السؤال اربعة انتبه لي زين انتبه لي زين شوف يا ابطال اريد احلك مسألة على الضرب حتى تشوف شلون اني من اتقوى بالجمع والطرح يكون عندي الضرب والقسمة فشي بسيط مثلا احنا نمثل الضرب والقسم الضرب على المعداد العدد المضروب والمضروب فيه مثلا عندي 200 العفو عندي مثلا 23 دائما نترك عمود مال الضرب نترك العمود هذا للضرب مثلا ضرب 6 23 في 6 أو 6 في 23 نفس الشيء لأن الضرب عملية إبدالية شنو معنى ضرب عملية إبدالية؟ يعني أما أقول 23 في 6 نفس الشيء يطلع عند الناتج من أقول 6 في 23 شلون تجمع عملية إبدالية؟
جمع عملية إبدالية مثلا نقول 5 زائد 2 يساوي 7، 2 زائد 5 أيضا يساوي 7، لكن الطرح والقسمة عمليات غير إبدالية. مثلا أقول 5 ناقص 3 نفس 3 ناقص 5، هو هذا معنى العملية الإبدالية. انتبه لي يا أبطال. فبالضرب حتى بين لك إحنا شلون نستفاد من تطبيق عمليات الجمع والطرح على المعداد، إتقانها في إتقان عمليات الضرب. الضرب يعتمد في توزيع نواتجه على إتقانك لعمليات الجمع والطرح. تمام يا أبطال؟ بالضرب شو أسوي؟ هاي عندي 6 في 23، دائما أضرب يعني بكيفك، تضرب الآحاد أول مرة أو تضرب العشرات، فإحنا راح نضربها بالعشرات. 6 في 2، 6 في 2 هو إسقد يساوي لي 12، 6 في 2 يساوي لي 12، زين. 6 في 2 12، شلون أمثلها على المعداد؟ أترك عمود للآحاد لأن بعدني ما ضارب به، هذا الآحاد بعدني ما ضارب به فأترك له عمود اللي هو هذا العمود، لأن أنا بعدني ما ضارب 6 في 3، أول مرة أضرب 6 في 2، 2 موقعها في العشرات، هنا موقعها، فهذا العمود أتركنا للآحاد اللي هي هاي 3 بعدني ما ضاربها، وأخلي الناتج يطلع عندي هنا. إذن 6 في 2 هو 12، زين طلع عندي عدد مركب 12 لكن موقعها العشرات، فش أسوي؟ أخلي هنا 2 ويزود عندي مال 12 أخليه هنا. ليش؟ لأن هي هاي في العشرات، تمام؟ فستة في 2 هو 12 في العشرات، أخلي 2 هنا والواحد الزاد عندي لأن عدد مركب 12 فأخليه هنا، تمام؟ بعدين شو أسوي؟ أضرب 6 في 3، 6 في 3 هو شقد؟ 18. زين هذا وين موقعه؟ في الآحاد، إذن أوزع ال 18 هنا 8 وزاد عندي واحد مال العشرة 18، تمام؟ أخليه هنا. إذن طلع عندي الناتج 6 في 23 هو 138، تمام يا أستاذ؟ نعم، فطلع أستاذ أنا همين خلصت المسألة الرابعة. إذن أنتم ما انتبهتوا لي أنا من نشرح، ما يصير أنا مو قلت أشرح الضرب، زين. فهو طبعا انتبهت لك، يعني توزيع نواتج الضرب يعتمد على إتقانك لعمليات الجمع والطرح على المعداد، زين يا أبطال. يلا حلو النقطة الرابعة. أستاذ الناتج 2223. نعم 2232 2132 2132. ملاك تقول 2132 ملاك من المستوى الأول أقول لي تغير اسمك، غير اسمك. يلا مو مشكلة ملاك بطلة، زين ممتاز. أستاذ الخامسة هي 1699. ممتاز ممتاز، لكن خلنا نشوف الرابعة. الرابعة هي 2132، لكن شلون طلعت 2132؟ خلنا نشوف. أستاذ أنا طلعت لي 2232. لازم عندك شوية خطأ في بعض الأمور، خلنا نشوف. 2132 869، قلنا 800 هيجي وتسعة وستين، زين، زائد 225 زائد 225 زائد 150، هاي 150، زين زائد 150 زائد 50 هنا شو اسوي؟ ناقص زائد 5 زائد 10 ناقص 5 0. زائد 10 ناقص 5 هنا 0 مالي علاقه بي، اي هنا 0 مالي علاقه بي، زائد 888 زائد 8 شو يساوي هنا؟ زائد 10 ناقص 2، تمام؟ زائد 8 هنا شو يساوي؟ زائد 10 ناقص 2، زائد 10 ناقص 2
زائد 8 هنا شو يساوي؟ ناقص 2 زائد 10 ناقص 2 زائد 1 الناتج هو 2132. الناتج هو 2132. هو كتجربة أنا أعطيتكم إياها يا أبطال حتى ما نتعبكم، نريد ناخذ أسئلة أسهل من هاي الشيء، لكن آخر شيء نحل الخامسة. حلونا هن، أنا حليت أستاذ الناتج هو 1697. ممتاز، صحيح صحيح. أستاذ أستاذ سيد أستاذ أنا كمان 1697. أستاذ السادسة هي 852 والسابعة هي 670. ممتاز أيهم، أحسنت، ممتاز. أستاذ السادسة 852 أحسنت والسابعة 670 صح. أستاذ الثامنة 577. لا هسه احنا نريد بس الخامسة. ميار ايش قد طلعت الخامسة؟ ميار 2037. استاذ اني 1697. ممتاز. براء 1697. ريان 1697. درة 1697. هدى 1697. نور 1697. خالد 1697. ممتاز. رقية أثير. نعم أستاذ. نعم كده الناتج رقية 1869. يوسف 1897. أيهم فضل 1697. أيهم رياض 1897. والله ممتاز 1697. نجي نحلها. تركيز مهم يا أبطال، تركيز مهم. تركيز مهم. 340 340 زائد 819 زائد 8 شو يساوي هنا؟ زائد 10 ناقص 2. ممتاز. زائد 9 12 شلون احلها الواحد؟ زائد 5 ناقص 4. زائد 5 ناقص 4 ممتاز. زائد 175 زائد 100 5 شلون اطلعها؟ زائد 10 ناقص زائد 10 ناقص 5. ممتاز. والسبعة هنا شلون اطلعها؟ زائد 10 ناقص 100 ناقص 5. زائد 10 ناقص 3 مثل ما قلنا زائد 10 ناقص 3 ناقص 3 شو يساوي؟ ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد 2 زين. زائد 363 زائد 3 شو يساوي هنا؟ ناقص 20 زائد 50. هم قالوا لي 20 و 50 زائد 3 شو يساوي؟ انا قلت لكم زائد 3 زائد 5 ناقص 2. اي زائد 5 ناقص 2. ترى ما يسوي هيك تكون علي الامور صعبه. زائد 3 هنا شو يساوي بالاحاد؟ ناقص 2 زائد 5 ناقص 2. زائد 6 شو يساوي هنا؟ زائد 10 ناقص 4. شنو ناقص 4؟ عندك 6. عندك 6. انتبه يا ابطال، زائد 6 موجودة، ننتبه. إذن الناتج هو 1697.
ناتج هو 1697. هذا اللي انتم ما لكم علاقه به، انا انطيت اياهم تحدي يعني لا يصير عندك احباط منهم. لا احنا هسه انا شرحت الموضوع وان شاء الله من الشرح من خلاله اكو صار عندكم تطور يعني يعني زاد المفهوم احسن من البارحه مثلا. استمرون بالحل مالهن وتشوفون تدققون بالحاسبه مالتكم. لكن الان عندي راح نعطيكم مسائل شويه اسهل حتى نتدرب عليه. حليت الكتاب كله. اي نعم ده تتدربون عليه كيفك انت. زين يا ابطال ناخذ بعض الامثله السهله. راح اكتب هنا مجموعه من الاسئله. اغلق الميكروفون. 15 + 77 ناقص 54 ناقص إيه حلوة استاذ الناتج 41 نعم نعطي مجال لجماعتكم يحلون يا ابطال. ننطي مجال لجماعتكم. انا راح فقط افتح الصوت لان صارت شويه صارت صيه من فتحنا الصوت. فقط الاصيح باسمه يفتح مايكروفون رجاء حتى جماعتكم يحلون براحتكم. سدوا الاصوات. 41 اي هسه نسد المايكروفونات فقط اللي اصيح باسمه يفتح لي مايكروفون حتى يمشي بالمحاضره بصوره صحيحه. براء ايش قد طلع الناتج؟ 41 ليان شو تقولين حل براء صح او خطا؟ صحيح. خلنا نشوف. يا ابطال استاذ صح اقول هسه احنا قالوا هم بس ايش قد طلعتوا انتم؟ 41 18 زائد 77 زائد 7 هنا شو يساوي؟ لا 15 ناقص 3 زائد 7 شو يساوي هنا؟ عندنا ناقص 54 ناقص 4 شو يساوي هنا؟ زائد 1 ايش قد الناتج؟ 41 شوفوا يا ابطال شوفوا يوسف اغلق الميكروفون اغلق براء اغلق الميكروفون شوفوا يا ابطال الان بينت الثمره شوفوا انا كان لي قصد من انطيتكم ارقام جدا صعبه وحليتوا بيها وشويه دختوا بيها فهاي هي الثمره مالته احنا اذا ضالين بذن الرقمين صدقني ما راح نطلع نتيجه زين انظر على السهل او شيء وهاي لكن احنا اخذنا الاصعب منه اللي هو يعني بالمستوى الثامن ياخذونه زين لان ترى اخر ثلاث صفحات انا ضفت لكم يعني ما موجودات بالكتاب لان اخر ثلاث صفحات موجوده عندكم 38 شفتوا شلون؟ هسه انا متاكد اي رقم وين يعني راح تكون عندكم سهوله جدا بالحل، من يؤيدني بالراي؟ اني ايدك اني ايدك يعني احنا جربنا الصعب راح يصير السهل مثل ما يقولون بالعراق شو يسمونه السهل؟ منين تجيبون هاي الامور ما ادري يقولون زلاطه صح لو لا؟ ما اعرف يعني اي ناخذ وحده ثانيه 96
96 زائد 24 ناقص 89. يلا طلعوا لنا الناتج. الأستاذ الناتج 31. ناتج 31. ناتج 31. ناتج 31. ناتج 31. ناتج 31. نعم خلي طلعوا معكم بعد براحتهم. إذا عندك ورقة وقلم كتبها يمك، يعني هذا المعادلة كتبها يمك على مود منا حلنا أنا التابع وياك، كتبها يمك. في أبطال خلينا نحلها سوا. نصفر المعداد. شوفوا يا أبطال راح أنزلكم تطبيق، تطبيق تنزلونه على تليفوناتكم تدربون به اسمه سيمبل سوربان، تمام؟ اكو شيء اسمه بي تشالنج، تدخل عليه تختار رقمين ايزي وتحل براحتك. زين شوف هذا السؤال. نعم 96 زائد 24 زائد 4 شو يساوي؟ زائد 10 ناقص 6. زائد 10 ناقص 6 زائد 10 شو يساوي؟ ناقص 4 زائد 10 ناقص 4 زائد 10 ناقص 9 يا أبطال يا أبطال. ما أريدك تقول لي زائد وش اسمه ذا اللي زائد 10 ناقص 6 زائد 10 شوفوا زائد 10 ناقص 9. انطوني مجال اتكلم، انطوني مجال اتكلم. قلت 24 96 زائد 24 زائد 4 تقول هيك، تكلم هيك يا بطل، تقول زائد 4 ما عندي هنا، اذا زائد 4 يساوي زائد 10 ناقص 6. ناقص 6 زائد 10 لقيت العمود مسدود، افلش العمود كله واضيف العشرة منه. حتى خلنا نخلي العقل مالنا يتعود على اطار واحد هو اطار الآحاد، لكن اطبقنا على كل الأعمدة مع الحفاظ على القيمة الرياضية للعمود. قيمته مئات يبقى مئات، قيمته آلاف يبقى آلاف، قيمته عشرات يبقى عشرات، لكن أنا اللفظ مالي أخليه على الآحاد أفضل إلكم. زين زائد 10 زائد 10 ناقص 6، فأنا زودت العشرة لأن لقيت العمود كله مسكر عندي على قولة إخواننا اللبنانيين، فلقيت العمود مسكر أفتح العمود وأضيف العشرة منها مالتي وأنقص الستة ما ننساها. زين لأن زائد 10 ناقص 6 زين زائد 24، ولا ننسى عندك الثنين بعد بالعشرات لأن أنا عندي 24 وهاي الهوسة اللي خلصتها أنا كلها هي على مودة تخلص من الزائد 4. زين ناقص 89 ناقص 9 ناقص 9 شو يساوي؟ ناقص 1 زائد 1 ناقص 10 زائد 1 10 زائد 1 ناقص 8 هنا موقعها شو يساوي؟ 8 ناقص 8 ناقص 10 زائد 2 ناقص 10 زائد 31. الناتج هو 31 يا أبطال. هيك تقول ناخذ مثال آخر، ناخذ مثال آخر. يوسف نعم. اليوم مشترين كرويتات جديدة، قنفات جديدة، شو بس تصعبون بالقنفات على كيفكم ميانة شوية يا أبطال. زين ناخذ سؤال، ناخذ سؤال آخر. زائد 4 عندي 68
من تخلصون المايكروفون يا أبطال؟ من تخلصوا يلا رجاء. 62 ناقص 48 ناقص 48 زائد 35 زائد 35 49 ناتج استاذ 49 انطوا جماعتكم مجال يحلون، انطوا جماعتكم مجال يحلون 49 مني على من اقول الناتج يلا تقولوا لي رجاء خلينا نكون نمشي بهدوء افضل، احنا هسه حاليا نريد فقط نتدرب على حل المعادلات، عندكم وقت هواي ان شاء الله 65 استاذ حليها من جديد، حليها من جديد برا مو 65 وركزي التركيز جدا مهم ها ايش قد طلع الناتج درة استاذ الناتج 49 هدى ايش قد الناتج 49 استاذ ميار تسعة واربعين ليان 49 ايهم فضل 49 الباقيين ايش قد 49 49 49 46 اقولكم هالايام سما ماكو 49 سما اوكي خلينا نحل سوا ايضا كتبه عندك نحل سوا يا ابطال اذا عندي هو 62 هاي 62 ناقص 48 ناقص 8 وين؟ بالآحاد ناقص 8 شو يساوي؟ ناقص 10 زائد 2 ناقص 10 زائد 2 ناقص 4 شو يساوي؟ ناقص 5 زائد 1 ناقص 5 زائد 1 زائد 35 عندي إذا الناتج 49 سر إتقانك ل يعني عمليات الجمع والطرح على السوربان هو إتقانك يعني كثرة التدريب، التدريب المستمر هو اللي راح يخليك قوي. أنا عندي ملفات بها يعني آلاف المسائل يعني إن شاء الله راح أعطيكم المحاضرة مالتكم يا يوم راح تكون جمعة؟ يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة ما عندكم محاضرة لأن استراحة على مود إن شاء الله اللي وراها الاثنين القادم نبدي عمليات ضرب على المعدات لذلك هاي الفترة كلها أريدكم تتدربون بها راح أدزلكم ملفات تقدرون تتدربون تغلق المايكروفون راح انفجر نعم يا أبطال الآن نأخذ السؤال آخر أستاذ أنا بهاي العطلة راح أتدرب نعم أنا بهاي العطلة راح أتدرب إيه ممتاز أحسنتم حتى تطبون مسلحين للضرب شوفوا عندي السؤال يقول 85 ناقص 47 زائد 56 استاذ الناتج 99 94 لا مو 99 94 نعم 94 نعم
94. 94. نعم أستاذ 94. تمام. نور خالد. أربعة وتسعين. نعم. خلي جماعتكم يأخذون وقتهم بالحل. استاد الناتج 94. الكل طلع النتيجة. 3 يطلع عندي 99. لا خطأ. 94 أستاذ. الناتج هو 94. خلنا نشوف شلون يطلع 94. نحتاج تركيز يا أبطال. خمسة وثمانين. ناقص 47 ناقص 7 شو يساوي؟ ناقص 10 زائد 3 وناقص 40 ناقص 4 ناقص 5 زائد 1 زائد 56 زائد 6 شو يساوي؟ زائد 10 ناقص 4 وزائد 50. إذن الناتج هو 94. ناتج هو 94. الآن راح أرد لكم رد بدون كتابة. بدون كتابة أريدك وياي. أرد لك رد مباشرة نطبق على المعداد مباشرة. أستاذ تخيلي؟ نعم لا مو تخيلي على المعداد لكن ما راح أكتب يعني مباشرة أرد لك. حتى نتدرب شلون نحل على سماعي يعني من طريق السمع. 89 زائد 28 زائد 24 الناتج 141. 141 101. ناتج هو 141. 141 ممتاز. تصفير 65. اغلق الصوت اغلق الصوت. 65 ناقص 53 50 زائد 3 وش قلت؟ 53 ناقص 53 زائد 63 75 75 75 ميار 75 الناتج هو 75 ناخذ سؤال آخر. جيب أنا أسوي
أستاذ إيش قد الناتج؟ 75 الناتج هو 75. مثال آخر. 80 زائد 22 زائد 87. أستاذ عاد تعيد لأنفصل عندي النت. 80 زائد 22 زائد 87 189 189 ناخذ استراحة شوية. نريد حساب تخيلي يا أبطال، فأريدك يعني توظف إيديك في رفع الخرزات، يعني توظف إيديك يعني، لأن هذا جدا مهم، يعني لأن مثل ما تشوفون يعني الإيد يعني عدة اتصال بالدماغ. يلا، 6 ناقص 2، حاول تتخيل المعداد، زائد 9 ناقص 2 الناتج 11 تصفير 5 ناقص 2 زائد 4 زائد 6 الناتج 13 تصفير 6 زائد 9 زائد 1 زائد 2 ناتج 18 7 زائد 6 زائد 9 ناقص 3 1 زائد 2 زائد 5 زائد 9 الناتج 13 8 زائد 8 ناقص 6 الناتج 10 أحسنتم يا أبطال. اليوم نكتفي بهذا القدر، هو تعبناكم منه لكن هو كان لابد منه. إن شاء الله ملف تدربون عليه. الجمعة لا توجد محاضرة، عندنا واجب. نعم، يوم الجمعة استراحة، ويوم الاثنين إن شاء الله نبلش بالضرب والقسمة. كتاب الضرب والقسمة اللي دزيته لكم أنا يعني هو جدا صعب عليكم، يعني أنا يعني ناوي، لكن هو بصعوبة، لذلك أنا يعني سويت كتاب ثاني إن شاء الله أدزه لكم خاص بالضرب والقسمة، شوية أقل من ذاك حتى نحصل نتائج يعني أفضل. يعني إذا تكون على ذاك الكتاب شوية صعب، يكون قد يكون صعب. الواجب لا، هو تتدربون، راح أدزل لكم ملف تتدربون عليه منا إلى يوم الاثنين إن شاء الله. طيب شو وقت؟ عجيزنا اسم التطبيق اللي نتدرب عليه. عجيزنا اسم التطبيق اللي نتدرب عليه. إيه أدزل لكم ملف إن شاء الله. وهاي المحاضرة. طيب شو وقت أدزلنا يا اليوم لباكر؟ إن شاء الله اللي أدزل. يا أبا أكو أحد عنده سؤال قبل لا نخلص؟ لا لا مع السلامة. لا استاذ، مع السلامة استاذ. مع السلامة الله يبارك فيك. مع السلامة، نشوفك. مع السلامة استاذ. مع السلامة استاذ.